Bonjour, dans cette vidéo, on va voir les syllabes. في هذا الفيديو سنتعرف على المقاطع الصوتية لكن قبل الشروع في هذا الدرس سنذكر ببعض الأمور التي من شأنها أن تسهل الاستيعاب والفهم لجميع التلاميذ. في اللغة الفرنسية يوجد 26 حرفا وتسمى ليزالفابي، يعني الحروف باللغة الفرنسية هي ليزالفابي، وهي ليزالفابي سون أ B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Les alphabets sont classés en deux groupes. يعني الحروف في اللغة الفرنسية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول لي فوييل، حروف العلة أو الحروف المتحركة، وهي ستة. لي فوييل سون أ أ إي أو أو إيغريك. الشق الثاني وهو لي كونسون، لي كونسون، وهما الحروف الثابتة أو الحروف الصامتة. Les consonnes sont B, C, D, F, J, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. علاش خاصنا نعرفوا لي فوايل ولي كونسون؟ حيت إلا بغينا نتعلمو لا ليكتور يعني القراءة في اللغة الفرنسية خاصنا ضروري نعرفو لي فوييل و لي كونسون و نفرقو بيناتهم، حيت كيف بحال اللغة العربية كاينة الكسرة و الفتحة و الضمة و السكون، كذلك في اللغة الفرنسية لي فوييل هما اللي كيلعبو دور الكسرة و الفتحة و الضمة و السكون. لهذا بما أنهم سموهم لي فوييل يعني حروف متحركة، يعني هي كتغير النطق ديال لي كونسون ديال الحروف الصامتة. بحال مثلا لا لي تخبي، لا بغينا نقراوها بي وتلاقات لينا مع حرف صامت ما كاين كيطرا التغيير، لكن الا تلاقات لينا بي مع واحد لا فوييل هنا كيطرا التغيير. بحال مثلا ناخذ لا لتر دي، دي مع ا سو برونونس دا، دي مع او سو برونونس دو، الى غير ذلك. اليوم الدرس ديال اليوم غيكون عندنا وغنعرفوا لا لتر لا لتر كا، لا لتر كا. كا avec A se prononce K. K. K avec E se prononce que. Que. K avec I se prononce qui. Qui. K avec O se prononce ko. Ko. K avec U se prononce q. Q. K avec O, yani AU, se prononce KO. KO. K avec ON, yani ON, se prononce KON. KON. K avec AN, yani AN, se prononce KAN. KAN. K avec OU, yani OU, se prononce KOU. KOU. K avec Y se prononce K. K. K avec E accent se prononce K. K. K avec OI, yani OI, se prononce quoi. Quoi. كيف ما كنلاحظوا أن O ou AU se prononce de la même façon. Yani O ou AU qui est notre bonne starika. كذلك Y أو أو أكسون كيتنطقو بنفس الطريقة. أون أو أون يعني أو أن أو أ أن، كاين واحد شوية ديال لا ديفيرونس لكن ماشي مشكل يتنطقو بحال بحال. دابا نعاود نقرا عليكم لي سيلاب. كا أفيك أ سو برونونس كا. كا أفيك أو سو برونونس كو. كا أفيك إي سو برونونس كي. كا
K avec O se prononce co. K avec U se prononce Q. K avec O, yani AU, se prononce co. K avec on se prononce con. K avec an se prononce quand. K avec ou se prononce cour. K avec Y se prononce ke. K avec E accent se prononce ke. K avec wa se prononce quoi. والآن أعد قراءة لسيلة بمفردك.